مشاهدينا الكرام، الخيمة تتواصل في سهرية كل سبت على قناة حنبعل مع نجوم تونس الجديدة، الوجوه الجديدة. باش نرجع مع ابتسام في حوار، نحب نسأل ابتسام. ابتسام، رمضان كيفاش تعديه؟ كما الناس الكل، قم مخر شوية الحقيقة. أي أول حاجة نعملها الدوش. أي باش نفيق. باش تفيق، أيوا، خاطر تسهر برشا. نسهر، أي نسهر، حتى مع بنتي ومع أمي أوبليجي عليا باش نسهر، فهمت؟ حتى لبعض السحور، يعني مش هكا اللي واحد باش نسحر، مثلا نشرب كاس بسيسة في السحور ونرقد، لا نقعد. تقعد. نقعد حتى ساعة. تحبوا ساعة قبل السحور. من المسؤوليات، مسؤوليات، والله لا والله، المسؤوليات، المسؤوليات تخليك شوال. تسهروكم برشا. سيرتو المرأة، راهو مش كيما الراجل، مش كيما مش كيما مش كيف كيف. احكي لي على جديدك. به نقفوا على نهار رمضان كيفاش باش نعديه، مازلت انا مازلت في بعد الدوش نشوف شويه هكا انترنت، انستغرام، هكا تيك توك، على حويجه هكا شو ما جديد ما فماش. بعد اذا كان عندي دباره في مخي اوكي، اذا كان ما عنديش نهبط على الفيسبوك والله ونقول بجا ربي دبروا لي دبرت اليوم. يجيوك اي اوتوماتيك مو بالكومنتات نعمل دبرتي عادي، طيب شقا فطري كيما نقول. الخدمة إذا كان عندي تصوير أكيد بعد شقال الفطر، ومع أني أنا صورت وأنا في النهار وصايمة. صورنا وإحنا في النهار. به الجديد نتاع اللي صورته أنت شنو؟ جديد هي أغنية جديدة هبطت على شين يوتيوب نتاعي، مولا البيام. مولا البيام؟ مولا البيام. عطاوك دار البيام كهرباء؟ الحقيقة والله لا. إن شاء الله إن شاء الله نجيبها بذراعي، معناها إن شاء الله إن شاء الله نعملوا كهرباء. هي قلت لهم إشهار أنت. هي غنية راوينا انا وكي نعمل غنية ما نعملش معناها باربيك بحكاية معينة، معناها كسوان شهر بها ولا نحكي عليها، لا هي فكرة ساعة وكلمات والحان حلمي ولد حبيبة. بالمناسبة هذه نحب نقول له يرحم بوك وميرسي برشا برشا على الكلمات، اما ماهيش معناها معناها كي غنيتها انا راهو على دار البي ام، لا والله لا عادية. وردة الغضبان شنو تغني لها؟ علاش جبت لي ورد الغضبان لولا؟ سؤال والله لي هكاك. نغني لها. شنو مثلا؟ هاي خذك الميكرو. ما لقيت ما لقيت في الدنيا حبيب، وما لقيت في الرجال من القلب صافي، اللي يجرحني يجرحني بالسكين الحافي. هذه ورده غنية الورده هذه يعني بعد تقول حبيت وما لقيتش حل رحمة خلى لي عقل، فرقة المحير اللي معانا تعبة بالحق، يعطيكم الصحة وبرافو. أمال علام اش تغني لها؟ الحقيقة أمال علام نحب نقولها زيدا عندك الميكرو أنت في الكلام. نحب نقولها رمضانك مبروك وصحة شريبتك، أما ما نستحفظش برشا، ممكن هكا شوية نكركر في التاي ولا ركرك في التاي ابارامون، مانيش حافظت لها غنيات بالحق، وسامحني يا امير راهو بالحق والله ماني حافظت اغنيه الامير. زينه القسريني برشا غنيات، برشا غنيات لزينه زاد نقولها مبروك و... يا زهري واش بيك معكوس، ولا لقيتك نهار معايا ظنيتك كي ريشه الموز، قطع كبت عدايا هيا 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 يا 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 وداركم راهم لزوني داركم، داركم راهم غروني داركم، عشيكات ولا زيدوني والبون كرامي سالون، عشيكات ولا زيدوني بون كرامي سالون، سلم لي على داركم برا يسر حالكم. مانيش مانيش مستحضره الموال مع الغنيه. والشابه ابتسام
يا عاد قوم مول البيام مول البيام يلا مول البيام جديد شاب ابتسام. ايوا حبيبي يا Yeah.
سلام، برافو، يعطيك الصحة، ميرسي. باش نمشيو بالطبيعة قبل ما نستقبل المتبرين أو الوجوه الجديدة والنجوم الجديدة اللي باش نكملوا الجزء الأخير، بربي نحب نشكر شكر خاص. تعرفوا اللي في زغوان فما بوتيك واحدة تبيع اللبسة، الكسوة هذية خذيتها من بوتيك واحدة، يعني في زغوان الكل ما فماش بوتيك تبيع لبسة الرجال إلا البوتيك هذية اللي للسيدة أمال بن حسين اللي لبستني أنا من فضاء المنار بالفحص. البوتيك في الفحص، ولكن هي الوحيدة اللي في زغوان لبس الرجال. هذا احتكار ولا تميز؟ ما في تميز، هي بيدها تتسائل، هي الوحيدة اللي تبيع لبسة الرجال، البوتيك الوحيدة. سي بيان، عندها خدمة برشا معناها، تبارك الله ربي يعاونها. الله يصلي على النبي. من الصباط للفجر. هي عندها خدمة برشا وزادت لبست عبد الرزاق وما ندراش. آمال يعطيك الصحة بن حسين. نحب نرحب بضيفي فكري النفاتي الفنان والمنتج، وطبعا منتج الخيمة نجوم جديدة، فكرة جديدة في تونس. الفكرة هذه وين باش يوصل بها فكري؟ ماذا يريد فكري؟ خلينا نرحبوا بها. اهلا وسهلا فكري. يعيشك، مرحبا يا صاحبي شريف. اهلا وسهلا، مرحبا بالخوي الفنانين بعدنا. باهي، الخيمه 2022 بنيت تصورها على الوجوه الجديده، شو حبيت تعمل فكري؟ شو عبد الرزاق، انا اول حاجه ساعه نشكرك على الاستضافه، اما مش استضافتي انا، تعرف علاش؟ خاطر انا ولد القناه واخوك وتعرف من ايام سير عبي نصر ربي يفرج عليه دارنا، معناتها يعني كي نرجع كي نجي من فرنسا ونرجع هنا نرجع لدارنا. اما نشكرك اللي كونك عطيت فرصه لهالمواهب الجديده باش يتحطوا للمشاهد والمتلقي التونسي. شنو المواهب الجديده؟ عبد الرزاق انت تعرف لي اكبر مشكله، وخويا مصطفى يعرفها، اي فنان نجيبه حتى نحن نقول له شنو مشكلتك انت كفنان؟ يقول لك عندي ظروف انتاج، عندي مشاكل انتاج، عندي ما نعرفش نسوق خدمتي، راني نتعب باش نجم نلحن ونوزع ونسوق. هذه جات فكره جديده، كيما انا ديما نعمل لا كومباريزون بينها وبين الرياضه. اسكو نجم يكون عندنا نحن انا اتليت من غير كيني وطبيب وبريباراتور فيزيك؟ ما نجموش. الفنان التونسي هكاك جاتها الشوفات هذه الفكره، جات كونه اول مره شركه للصناعة الفنية، معناتها المواهب اللي بحذاك كل عبد الرزاق راهم عندهم عقود إنتاج وتكوين فني، وهذه أول بخلاف مرة. أنهم يغنيوا عندهم عقود وإنتاج طبعا فن طبعا يعني هما ما جاوش باش يشاركوا في برامج مواهب لا لا لا، نحن اللي خذيتهم توا عبد الرزاق معاك في الحصة الأولانية، وإن شاء الله هي امتداد من بعد نجوم تونس الجديدة، باش تكون امتداد لمواسم أخرى، مواسم كبيره اللي نحن نعلموهم الصناعه الفنيه. انك حكيت انا مصطفى قبيله وفسرت له، قال لي فكره، هذه فكره رايده وجديده. شنو الفكره؟ كونه الموهبه هذاك اللي سمعته انت تو مازال ماده خام. انا فرحت كي مصطفى عطى التصور نتاعو، ولا اختي ابتسام، ولا سي محمد، معناتها شنو هي الاغلاط؟ انا خاطر هذاك من بعد تشوفوهم شهر وشهرين وثلاثه وتقف عليهم طبيعي. حاجه اخرى عبد الرزاق، شوفات برودكسيون هي مركز ولا مخبر تحاليل فنيه موسيقيه، ويعرف مصطفى شنو نقصد مخبر تحاليل. أي. يعني المواهب هذيك باش يلقاو المسرح اللي باش ياثرهم على الوقفه في الركح، باش يلقاو الفوكاليزور الانسان اللي يتعامل مع علم الصوتيات، باش يتعلموا كيفاش يوزعوا، باش تجيهم الفرصه باش يكونوا في بلاتوات كيما كايا ويقابلوا ملحنين كبار، باش يعرف خاطر تو مصطفى يعرف لي الاصوات وخامه الاصوات تفرق. يعني انا نعرف هذاش لبسك لبسك اما فكري هذا تحدي كبير، انا راه يعني يتطلب امكانيات كبرى، يتطلب مش فكري وحده، شو عم تقول؟ معاه ناس. اي هي حلمه راهي كبيره، اما مش نقول لك فما برشا ناس عملت منصات توا، نحن المنصه نتاع شوفيت برودكسيون معموله عندها عامين. يعني الفكره نتاع الشركه هذيا، انت ناخذ مثلا اخواتي الياس والمحير العازفين الريتم، هذوكم باش يكون عندهم عقود انتاج معانا، اش معنى تقوليش مدخل العازف؟ اي يا سيدي العازف من حقه توا باش يكون عنده عقد خدمه. يعني المساج اللي نحب نوصله لفنانين تونس وعازفين تونس، خاطر انا بالاصل والاساس انت تعرف انا عازف وتعديتهم درجه درجه وفي الاذاعه الوطنيه وفي التلفزه الوطنيه، وانت معايانا في ديمو ومعك انت، كنا من المؤسسين في الخيمه. تتفكر كيفاش عبد الرزاق خدمناها؟ مساج مهم جدا نحب نوصله للعازفين وفنانين تونس، يا ولادي فكري نفاتي يقول لكم ما عادش تحشموا اللي انتم فنانين، وما عادش تلوجوا خدمه اخرى باش تكون باش نجم تغطي لكم الحاجيات الماديه نتاعكم. يكفي تجيو عندي انا وتجيو بحذانا في شوفيت برودكسيون، ويكفي كونك تكون عندك موهبه، خلي الباقي علينا احنا. الباقي عليك. يعني الملاحظات نتاع محمد ونتاع ابتسام ونتاع الدلاجي تاخذوها بعين الاعتبار طبعا في تكوين
هل الوجوه الفنية الجديدة طبعاً هذه باش تعلموها عديد الأشياء طبعاً، من لبسة للغناء للوقفة لكل شيء. شو عبد الرزاق الموهبة، الموهبة اسألهم قلهم قداش عندكم من حساس، عندهم حساس تكوين في الأسبوع، يجي يقى روحه اليوم عنده فوكاليس، غدوة عنده إنتاج، بعد غدوة عنده صوتيات، بعد غدوة يستانس حتى هو الرهبة متاعهم كي يقف في استوديو التسجيلات مش كما توا، وغدوة يلقى مستوى ويلقى الملحنين ويلقى العباد اللي تعرف تحطه في موهبته. حاجة أخرى عبد الرزاق وهذه مهمة جدا، نجوم تونس الجديدة اللي عملناها أنت تبارك الله أمنت بالفكرة واللي حاطينها في الخيمة، هي احنا سميناها خيمة نجوم تونس الجديدة. فما فريق عمل لازمني نحييه عبد الرزاق، فما فريق إنتاج، فما إدارة وتنسيق المواهب اللي هو سي كريم زيدان، فما إدارة المواهب سي نور الدين البوسالمي، فما التنسيق العام سمير الفرشيشي اللي خلى فرنسا وخلى خدمته وجاء أمن بالفكرة، فما سي عادل الفيتوري اللي هو مدير تصوير وسينوغرافي نتاع الشركة، يعني فريق عمل متكامل هذا بخلاف الملحنين والموزعين. هذه الحكاية نحب نكبروها، والحق حتى وزير الثقافة ومشكورة كانت واقفة معنا وتحت لنا برشا فرص، مدام أمال في دار ثقافة بابسويقة زادة حطتنا الاسباس، وهذه مش يكون نجوم تونس جديدة، مش يكون عمل إن شاء الله. فما ينافون برمير مصطفى في إن شاء الله آخر جوان، وفما تورني مهرجانات عبد الرزاق، وباش نهزوهم طبعا طبعا باش نهزوهم، باش نهزوهم حتى للجولة، الجولة للخارج، باش ينجموا هما يعيشوا اش معناتها فنان ومطرب محترف. التواصل معاكم كيفاش يكون؟ والله الفكره سهله برشا يا عبد الرزاق. تواصل كيفاش واحد يتصل بكم بالضبط؟ ساعه نحب الناس اللي فان، هي الفكره اللي شفتهم المواهب الكل، ويعطيك صحه اللي انت ذكرت المناطق جايين من منزرة البنقردان، معناتها ما خدمناش على اللوكاليزاسيون مصطفى، خدمنا على تونس كامله. اش عملنا الفوت معناتها التصويت باش يكون على صفحه شو فات برودكسيون، يعني على صفحة الفيسبوك، على صفحة الفيسبوك شو فات برودكسيون ولا شو بالضبط شو فات، وإلا على الباج أوفيسيال متاع الصفحة. ويكفي كونه باش يقاوم بعض الفيديو متاع المواهب متاعنا كل مقسمين، ويحط ان تي وموجودين تو كي يدخلوا مع الصفحة يقاو كل موهبة شنو الوحدة متاعها. حاجة أخرى مهمة جدا عبد الرزاق، أنا الموهبة متاعي في عقود الإنتاج اللي معايا ما نخرجهمش يديهم فارغين، كل مطرب سواء كان ربح ولا ما ربحش مصطفى، سواء ربح ولا ما ربحش، تميز ولا ما تميز، طبيعي خاطر هو معايا عام كامل في انفورماسيون، معايا عام كامل تكوين، باش يكون عنده فيديو كليب حصري اللي هو من انتاج الشركه وتكون موجوده، وهذا مجانا للموهبه باش تشجعوا تقدموا، واللي باش يفوز ان شاء الله من بعد باش تعدى العالم الاحتراف باش يكون عنده عقد احتراف من عند الشركه، يعني الشركه لازم تفورميه وبعد العام هذاك تخلصه تعطيه اجر. علاش قلت لك يا عبد الرزاق اهم حاجه هي الخامه الصوتيه والموهبه؟ يا خويا عندك موهبه مرحبا مرحبا بك، نشكرك برشا يا عايش على هذه التوضيحات، يعطيك الصحه وبرافو. نمشيو مشاهدينا الكرام الى فاصل، راجعين.